ازاي الممثلة المصرية ماجدة انقذت الجزائرية جميلة بوحيرت من الاعدام؟ سنة 1958 الممثلة المصرية ماجدة الصباحي قررت تنتج فيلم عن ايقونة النضال الجزائرية جميلة بوحيرت اللي تعرضت لجميع انواع التعذيب، لان جميلة في الوقت ده كانت في السجن محكوم عليها بالاعدام. وبالفعل تم انتاج الفيلم وقامت الفنانة ماجدة بدور جميل، وكان معاها نجوم مصريين كتير من العيار الثقيل زي رشدي اباظة واحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ومحمود المليجي. وبالفعل الفيلم اتعرض في دول كتير وفي مهرجانات عالمية، وكل ما يتعرض في بلد تخرج مظاهرات بتطالب الافراج عن جميلة، والرأي العام كله اتحرك ضد فرنسا وانتشرت جملة انقذوا جميلة. وبسبب الضغط العالمي قامت فرنسا بتخفيف الحكم عليها من الاعدام للسجن المؤبد، وطبعا ده انقذها، لان بعد تحرير الجزائر سنة 1962 تم اطلاق سراحها، والفيلم خلى فرنسيين كتير يتعاطفوا معاها ووضح الجرائم اللي ارتكبوها في حق الانسانية في الجزائر. والفنانة ماجدة تعرضت لاكثر من محاولة اغتيال من قبل فرنسيين متعصبين.